ما شاء الله تبارك الله، البيت عجبني ونفس المواصفات اللي نبيها يا عم. اسمع، اذا انت صامل هالحين نروح للمكتب ونكتب العقد، لان البيت تو عرض علي اليوم، ولا واجد اللي يتصلون علي يبونه. لا 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 لا، ابيه البيت، بس ودي اسال عن الجيران، وش وضعهم؟ في غثه، في ازعاج، بزران؟ لا 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 لا، ما من ازعاج ابد. جيرانك هذول من كثر ما هم هادين يحسبون هالبيوت مهجوره. زين، اجل على بركه الله. يا عامر، سمي الغاليه، خذ الشاهي ولك هوا. الله يكثر خيرك يمه، ليه هالتعب؟ عندنا بالاستراحه قهوه وشاي. مو بالاستراحه، هذا البيت جارنا الجديد اللي سكن جنبنا، خذه وقول له ان الوالده تبي رقم زوجتك عشان يكلمونها يجونها يزورونها هي والجيران. ابشر يمه. السلام عليكم. خير خير يا ابو شفي، رد السلام يا اخي، قلنا السلام عليكم. يا اخوي كسرت البيت يا اخوي، لعبت فيه يا اخوي. وعليكم السلام، خير وش تبي؟ انا عامر ولد ابو عامر، هذاك بيتنا، وهذه شاهي وقهوه جايبتها امي ضيافه لكم. في احد اشتكى لك قال لنا احنا نبي شاهي وقهوه؟ انا من يوم ما شفت القفازات السوداء وانا غاسل ايدي، شكلك من عشاق القهوه السوداء. اتحداك يا بريستا. اقول حبيبي روح لبيتكم، ها خذ الشاي والقهوه وودها بيتكم وتقهوا. لا عاد اشوفك عند باب البيت، ها؟ بس امي مسويتها وتعبانه. يلا 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 توكل على الله. يلا تجملين معك حنا، يلا توكل على الله. يلا طب خذها بس مجامله يعني. ايش فيه ذا؟ وشو اللي رجعته؟ رفض يستلمها وقفل الباب بوجه النفسيه. رفض يستلمها؟ والله من سلوبك اللي مثل وجهك، تاني عرفت على نفسك، قلت انا عامر ولد ابو عامر. لكن ماش قليل دبرة. أنا قليل دبرة؟ قسم بالله سويت كل اللي قلته. ما ظنتي، أنا متأكدة إنك أخطيت على الرجال، ولا ليش يقفل الباب بوجهك؟ أنا بروح أصلح الموضوع مع الرجال، وأنت انزل واخر على وجهي. سم أبيكم يا جماعة تروحوا معي نعزم جارنا الجديد على ذبيحة. فنان لا فضة فوق يا أبو عامر. كفو أبو عامر، حق واجب، استاهل جارنا الجديد الذبيحة. يا إبا والله هذا الآدمي ما يستحي. ساعة عند الباب ما يفتح. والله إنك صادق، ساعة ننتظر. يا جماعة خلاص مشينا. يا جماعة استهدوا بالله، يمكن الرجال مريض مو موجود. العين أبو الحظ ليك ومشكب. وش عندكم أنت أبو عبيد؟ جابك الله، نبيك تعطينا رقم المساج الجديد، نبي نعزم حنا يا أهل الحارة. ومن قالك انه يبي عزايمكم؟ هذا رجال له اجتماعي ولا يبي يتعرف على احد من الجيران. يلا توكل على الله. عجيب. يا الحبيب. هلا. طالب طلبية؟ لا، بس يمكن سليمان طالب برجر. لا مو برجر، طلبية من الصدرية، ممكن تسلمها عنه؟ أقول يا طيب، الطلب لي أنا، أنا اللي طالب الطلب يا أخوي. أخوي اصبر. سلامات يا الجار، طالبني بر. يخرب بيتك، الحارة كلها درت اني طالب بر يا اخوي. هات ايش دخلك يا اخوي؟ انت ما تنام انت؟ حرقت. وش تبي فيها؟ بعدين وراكم شخص الموضوع انت. سلفت هذا. هلا عامر.
انزل انا عند بيتكم بعطيك حافظات جريش وقرصان من الوالده. يلا من قدك. اسمع يا درج، انا بالاستراحه. شكرا مقدما. عطى سليمان موجود بالبيت وتعلنا بالاستراحه. يلا يلا اوكي باي. كفته زميله راسه سبع وباقي صامل. لا مو راضي يسحب المعدوم. انسحب. تسلمون. تسلم يا الكايف. شكرا شكرا على النظاره. اتحداك يا عبير. منال تقول خل ياسر وخويه يجون. ايه سلامات، حنا ما نروح لحد. تبي تلعب معنا هي تجينا. اسكت يا بزر. خلوها تقبل. هي اي توب. ورع انت، خلك ثقيل. اهدى اهدى اهدى، لا تصير خفيف. هذه جد. هلا والله منال، نورتي ام البث والله. اهلين، شخباركم؟ ما بغيتوا تجون؟ اقول من بدري تبي نلعب جوله تكبيس. وليش بس تكبيس ان شاء الله؟ لانه انت ما شاء الله حلوه، واكيد بيجيس دعم خرافي تنزل لس غابه اسود. فهمتي الحين؟ لا والله، ترى الداعمين عندي قليل. اقول بس عن شوفه الناس، ترى داعمينك كلهم متقاعدين ويرضون باي شيء. حلوه دي، وشون جبتها؟ ما عليك العاده، ما تعرف ايه. خير ان شاء الله. وش تقصد؟ لا لا لا، ما ما ما, ما اقصد شيء. يمزح لا تشدينها. مالو المت؟ اقول بس لا يمزح معي، هو بلوفر الخايس اللي كنا كراسه مسوي ظريف انت وجهك المستطيل. خلصتي؟ أقول بس سد حلقك. شف حتى أخويك قام يضحك عليك. تدري ليش؟ لأنك زلابة وهطف. أهدى يا بزرة ويام. أهدى أنت، روح أمك. ياسر الهطف. انحشرت يا هطف. يلا يلا كومنتي الكل يكتب ياسر الهطف يا هطف. وش سويت يا بزر؟ ما هو؟ شفتوا يا المتابعين، شفتوا؟ مو برجال، لو انه رجال كان قاعد خليته ما يسوى ريال الهطف. شوفوا يا متابعيني، انا مو من عادتي اغلط على احد، بس اللي يدوس لي على طرف يتحمل اللي يجي. الله لا يوفقك يا الغبي السبه، لا اعطيك على وجهك. انا ما دريت انه بيصير كذا. خلاص اذكر الله ولا قم الحين، وافتح بث وادخل مع قست ورد الصح صعب سهل. مهبول انت. لا ما يمديها ياسر، ان دخلت الان العالم كله بتطقطق عليك وبيقول لك هطف 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 هطف. ايه ايش تبغى يسوي؟ يسيب الموضوع كذا؟ ايوه يسيبه كذا، يمشي كذا كذا. ايوه يمشي كذا كذا. ايوه على وين؟ على الهطف. على وين؟ على الهطف. على وين؟ على الهطف. الزبده، اليوم ما يدخل بكره تدخل الناس تنسى. سوي نفسك مجنون، ادخل في البث هلا بمتابعين وكذا، ما كان صار شيء. فهمت الحين؟ اي فهمت خلاص. تفضل. الهطف نور نور محلنا يا زول، احلى فول واحلى تميز ليك يا زول. تفضل تفضل وكل احد يجيب طلبك الثاني. الحلال حط الطلب وانقل هناك. يعني هطف وتامر علينا؟ والله دي حاجه غريبه. يلا كومنتي الكل يكتب ياسر الهطف يا هطف. والله لعبت فيه لعب. شوف 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 كل التعليقات كاتبين هطف. شوف وجهك يا محمد، يستاهل مسوي ظريف وتوهق مع ذا الملسونة. الله يسد نفسكم ويسد نفس كفته معكم. يا حبيبنا يا غالي، ها والله دي المشكلة دي، يعني هطب وحرامي. والله دي حاجة غريبة دي والله. انحشرت يا هطف. يلا يلا كومنتي الكل يكتب ياسر الهطف يا هطف. عامر والله العظيم زبدت لخويك زبدة. يوه والله رحمت أخويك ياسر. شو نقمت من عندك قبل لا تدور عليك؟ خاصة تدور علي. أصلاً ياسر كان بيرد عليها، بس الدلخ كفته فصل المود ومنقطع النت. يا سبحان الله، منقطع النت اليوم قالت لخويك يا هطف وضحك الكومنتات. سلك لخويك يا أبو. أهجد علشان ما أخلي الصمولي وأفطر عليك. تفهم ولا ما تفهم؟ إيه شاطر تهيط علي أنا. اما خويكم جالس تحشرنا منال، ما شفناك. اخس والله طلع لك صوت يا ورع، الظاهر يبي لك تاديبا. خلاص خلاص اهدتوا، قم سليمان روح غرفتك يلا. اقول عامر اسمع،
ترى الموضوع والله مرة كبير، شوف كل حسابات الأوامير قاعدين يتكلمون عنه. شوف شوف ناظر. وصاير سالفة خويك ياسر على كل لسان. هبلش. شوف ذي بعد. وانتبهوا يا بنات من الرجال، كل الشباب غدارين، يو 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 ما لهم أمان. وأقرب دليل صاحبه اللي كان جنبه قلب على الهطف يضحك عليه بعد ما حس إنه موقفه ضعيف. ليش شدتها ذي؟ كل ذا عشان بالتيك توك. الحين جاء دورك، لازم توقف مع خويك وتلقى حل للمشكلة قبل لا يكبر الموضوع. طيب وش الحل؟ أنا أقول لك. لا 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 يا أبوي، الموضوع مزري وزاد عن حده. الحفلة كلها عليك يا ياسر، لازم تشوف لك حل. طيب وش تبيني أسوي؟ اطلع معاها بس واعتذر منها. يا عيال سكتوا ذا تكفون، سكتوا ولا أدفنا في الأرض الحين. ياسر اهدى اهدى اهدى، شيك معصبي بالحلال. تدري عاد، تدري عاد إن مشكلتك سهلة وحلها بسيط جدا. شوف، سوي لك عمل خير كذا وصوره وثقة ونزله في التيك توك، أوكي؟ مثلا يعني أصبغ لك جدار مدرسة، طيب؟ وزع موية في المساجد، وأقول لك سدد فاتورة إنسانية، بس لازم تكون إيش؟ متأثر. صدقني راح يتغير اسم ياسر الهطف إلى ياسر الكفو. عز الله إنك جبته. سلام عليك. عليكم السلام. إيه درج أنت ورا ما ترد السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. وأنت ورا ما ترد على جوالك. يا ابن الحلال مصمت، أشغلتني ذا الإشعارات، وش كنت بي؟ لقيت لك حل لياسر هطف. ما أحتاج حلولك تركي، عطاني حل يحب قلبك. قال لي سو أي عمل إنساني وثقه في التيك توك، كل اللي قالبين عليك يرجعون يحبونك ويعززون لك. سلامات يا ابوي، هذا اسمه نفاق، لانه عشان الناس مو علشان ربي. بعدين ما لقيت حل الا من تركي، تركي نصاب ومهايطي. اسمع، الحل اللي عندي البطل، امش معي. البوم الرابع. هذا شلون فاز ذا؟ يا رجال حاطم بوتات ولا تسمى فاز هالهدى. السلام عليكم ابو محمد. سلام، هلا استاذ، حياك. الله يحييك يا ابو محمد. في مجموعة طلاب غايبين ودنا نعلمها اليوم. طيب أعطيني أساميهم الله يرضى عليك. سم سلطان محسن. سلطان محسن. عبد العزيز محمد. عبد العزيز محمد. نواف علي. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم. أي نعم، أنا ولي أمر الطالب سلطان. وشو؟ ما يصير يا ابن الحلال، أنا بنفسي موسط المدرسة. طيب خير إن شاء الله خير. على العموم شكراً على اهتمامكم. وش فيه؟ يقول سلطان غايب عن المدرسة. وين بيروح؟ ما أدري ما أدري. الله يرحم أمك فكني، والله ما عاد أضرب أخوك سليمان، والله. أنت اللي جنيت على نفسك. لا مصور مقطع فيديو، ها؟ تبي تدل أخويا ورع؟ إحنا بنأدبك، أنت وأشكالك، أنت اللي خربت المجتمع. يا واد إيش بكم على البزر؟ تتمرجلوا عليه؟ أخوك سليمان من طرف أخوي مشعل، هذا ما لي دخل. أوص ولا كلمة. وإذا بزران تهاوشوا تحط راسك براس بزر، ها؟ تحط راسك براس بزر. شوفوا يا عيال، هذا اللي بسوي أول مهايطي وإنه قوي وتدير بتدير بدأنا القوي، وراك تبكي الحين، ها؟ وراك دليل، وراك دليل. شوفوا يا سليمان الحين يبكي يبكي، أخذت حقك منه لسه باقي، ها؟ هذا المقطع لك يا سليمان يا سلي. أوكي ارفع راسك، ارفع راسك. ثاني مرة تتعرض لأخوي سليمان ما تلوم إلا نفسك. تفهم ولا ما تفهم؟ أفهم أفهم. يلا يا عيال مشينا. إيه ما بتفكوا؟ لا خله هنا يتأدب، نرجع نفك العصر. إيه فكوني، إيه تعالوا فكوني. طيب إذا ما كان في المدرسة وين بيروح؟ يا أبو سلطان الله يرضى لي عليك،
الجيل التالي هذا ولا أخوك يطلع ما يقول لأحد، وبعدين تلقاه طالع من هنا ولا من هنا مع واحد من أخوياه، ولكن بإذن الله إنه غير يرجع للبيت. لا حول ولا قوة إلا بالله. العب تدير بد تدير بد دربد دربد. ها شفت المقطع؟ اي مقطع؟ هم هاي افتح جوالك شوفها. مثل البزران، هذا حقك يا سليمان وخدته منا. هذا المقطع لك يا سلي. اوكي ارفع راسك ارفع راسك. توفو يستاهل، توفو والله يستاهل. ها ارتحت من امس ما نمت ولا ارتاح راسي الين ما جبت حقك. اسمع امي وابوي ما بيهم يدرون، الحين تعبان ابروح اريح وصحن العصر عندي مشوار مهم. اوكي فلها يا بطل ويحط عينك في عينه، واي واحد بالمدرسة يناظرك تعال علمني يبطي وانا اخوك. كفو فعليك انا اخوك. جسي انتهى الدوام وهو الى الان ما رجع. ايه بس بالعادة اذا طلعت من المدرسة تلاقى انا وياه قدام المجمع، بس اليوم ما شفته. لازم تتصرف يا ابو مشعل، الى متى بننتظر؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا رب ودي يا رب ودي يا الله يا رب يا رب يا حبيبي يا رب. اليوم معي صاحب الانجازات والنواميس، صاحب النظره الخارقه الحارقه بمجلعه ضد القرق والحلا الاول، وقفها بمنقيه ابو قبلان. هلا والله وسهلا. الله حيه. ارحب ارحب. وشام خيط التخطيط والخطط. انا ما خططت ولا اخوك، احنا طالعين نكشه بالصياد انا والربع تمام، وجدت بفضل الله الحمد لله والشكر لله اخذنا المركز الاول. وش له الثقه يا عم؟ يا ابن حلال انا راعي شناح، راعي الظهير، راعي الضمير، راعي الرب وهسلي. يا وش ذا يا عم؟ امزح معك امزح، انا راعي مخرشوف يا ولد. هقا وش توعد جماهيرك؟ اواعدهم بشتات، اواعدهم بالمنقيات، اواعدهم بالفردي، هم يختارون ولا لا يا عيال؟ وين الحدة؟ وين ثقة الثقة؟ انشر السناب ذا في كل مكان، شيروا شيروا. وافي يا كلن. عفو عليك. فالك نخبة النخبة يا عامر. مشكور يا عريد. والله وصلت راعي منقيات يا ولد عمي، عز يا ملال عز يا مهبول. عفا عليك، انت يا صالح من اليوم ورايح وكيلي. لا لا وقف 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 وقف. وش ذا؟ يعني شلون علي يعني عشان ولد عمك جاي تحط وكيل؟ ايه عشان ولد عمي، عندك شيء؟ لا تخاف يا تركي، انت ابى احطك مسؤول العلاقات العامة. مسؤول عن الشعر والاحتفالات. ايض الله وجهك. لا يا شيخ. وانا تبي ادز الاستراحه؟ عفو عليك، انت خوي يا ابوي، انت مسؤول عن السناب والمواكب، ابيك تشتري لي جي كلاس وشاص وجيب لكسس. اوكي ابشر بها. اي يا ابوي انا ايش مهمتي يا ابو خربوش؟ اقول الله يخلف بس اسمها ام خرشوف، لا يسمعك عريج ويدور لك. انت مسؤول التغذيه والتعليف، وانت كفته راعي نظر زي ما قلنا لك. انت نصاب
شغلتنا راعي نظر ولا شفنا منك ولا ريال. أرر الصابت بابي. إيه لحظة لا انتبه انتبه تغلط على الشيخ عامر انتبه. أنت حرامي المفروض تعطينا 1000 ريال لأنه أنا اللي اخترت المفروض. أقول ليتك جبت صامولي دزها دزها الاستراحة كعابي ما نحتاجك يلا. هين الوعد قدامي عامر. أقول انقلع يا الدرثوم انقلع. كوك 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 وكذا ما هو برجر على النظر اللي يشتغل عند عامر. ها؟ إيه والله إنه هو. صفت صفت. مسيت بالخير. مساء الجن والعفاريت. أفا وش فيك أنت؟ عامر النصاب ما أعطاني حقي وطردني. عامر طردك؟ أمش معنا ومالك اللي يدس بشاربك. أنا جعان أبغى أروح بوفية أكل كبدة. تعال معنا ومالك إلا تيس كامل. تيس أمانة هيا هيا. جعل فيها العافية يا أبو الكفاتي. شرب الله بالخير. أنت من يوم تركت الغليم هذا وعفشها اللي معه عز الله تبى تلقى خير. أبشر والله بالخير. أقول لك في أنا كلاوي أب قدامك الشحم واللحم تقول لي كلاوي أب دورها منا ولا منا أهب ولا تصدق يا أخوي طبيك الجوع أنت تبى تأكل انقذ وكل معي يا أخوي. يا أخوي وجهني يستاهل خلاص رفق رفق عليها رفق عليها هذا أبو الكفاتي هذا. أقول يا أبو الكفاتي أباك تشتغل معي وبعطيك ميزانية مفتوحة لكن ها ها ما باك تنقال إلا الشيء الطيب. أبشر بها وأنا ابن مكفيت. أقول لك أبغى كل يوم تيس كامل. يلا حلو حلو يا ريجي يلا حق يزكينك يزكيناك. أبشر أبشر والله فخار. تبي أصد جود عمي يبي لك عالم يبي لك ربع يبي لك تحالفات. على العموم التوجه للصياد العش عندي بمخيم الليلة. أقول لك هذا أشقح ولا مغر ولا مجهم؟ أنت ما شايف عينك؟ يا ابني ما شاء الله عليك كأنك جاي تدور على الحلال الطيب. ياوا أنا الشيخ بن مكفيت رأي النظر كل اللي فازوا أنا اللي نقيت لهم حلالهم. وإنت بتشتغل عند مين؟ أشتغل عند أبو قبلان كلفني أشوف له حلال طيب. وليش تغلب حالك؟ أنا رح أريحك وأخليك ما تجيب ولا تشارك إلا بالشي اللي عليه القيمة. أنت رأي نظر؟ لا أنا اللي بخلي راعي النظر عنده نظر بس إنت خليك معاي رح تكون رضيان انت وابو قبله. نرحب بكل من حضر ونقول ما قصرتوا بيض الله وجيكم. رحبوا معي بضيوف صالح شباب القصيم. شباب القصيم وهنا منهم ضيوف ياسر شباب تركي الاول. تركي الاول ومن هناك هناك منهم هناك ضيوف الشيخ عامر. ضيوف الشيخ عامر شباب حي السري حي السري. وهناك منهم هناك ضيوف شكش من جدة أهل الرخاء والشدة حي الهندوية مرحبا حي الهندوية مرحبا. وهذول عاد أصدقائي أصدقائي حي أم الحمام شباب أم الحمام. وهناك منهم ما أصدق الشيخ عامر الشيخ عامر البطل السيف الجبل الحمام الحمار الحمام الحمام. واسمح لي يا شيخ عامر أقدم لك شاعر الجزالة شاعر الأدب شاعر الثقافة إنه شاعر الليل عزوز الليل. أرهب ثم أرهب ثم أرهب جينا نشارك ونبارك لله المجلدات مجلدات مجلدات جينا نشارك ونبارك للعلم جلعدات جينا وفروسنا سطر وتشيش حي الله عامر والقعدان والمفطحات. ولا تنسونا يا أخوان من الإكراميات والبخشيش. أنت جاي تشحد هنا جاي أقتات عن طريق الشعر يا أم أقتات عن طريق شارع المنصور في مكة طيس هناك أبلف عريج حي عريج حي عريج حلوة وسلوة
والثقة يبقى ثقة في محل الشيخ عامر جاله عامر راعي مجلعدات الجزيرة. معركة بكرة حامل وطيس فيها. بتدخل اشتاد ولا ما انت بداخله؟ عفو عليك، ابدخل اشتاد واللي كفو يقرب. بتاخذ اشتاد؟ عقبني الفنجال اذا ما خذيته. الثقة يبقى ثقة ولا لا يا عيال؟ ولا لا يا عيال؟ ما دام الدراهم موجودة يبطي احد ياخذه وانا عامر. كفو. ضيع الرجال ضيع خلص عليه. اسرع اسرع يا اخي لما بدك تتعلم السواقه ضيع الرجال. اسرع يا اخي ما تفهم أسرع يا أخوي. الله انه طاره مو بنت يا رخامه. تعلم شوف الرجاجين ايش يسوون. الحقه الحقه وقفه كبس له كبس له كبس له. كفو كفو يا الطاره. شفتك يوم تداركت السيارة ولا بغى يعدمك؟ عف عليك بس السواقة لعبتي. أنا يسموني كينج الطارات. تدريس هنا. إلا قل لي أنت وش تشتغل؟ عاطل عاطل وكد على الموتر. طيب إيش رأيك لو تشتغل معي؟ أخص تكد معي وأنت على الموتر ذا؟ إلا أقول يا الطارة السواق اللي عندي يبي له سواق ولا هو بكفو هالموتر. ايش رايك تشتغل عندي سواق؟ سلامات يا ابوي. شايفني جايب فيزة سواق ولا علشانك كاش تحسب الناس لعبة عندك؟ 15,000 ريال والدوام ساعتين في اليوم. تم لو تبي الحين. تكفى يا عامر تكفى، خلي يشغلني انا كمان، انا صاحبك ودايما اسلفك. يا ابن الحلال مو باي واحد يشتغل عنده، الرجال يبي سواق. عامر تكفى يعني اسأله يمكن عنده وظيفة منا ولا منا. قوم يا 15,000 تاخدها في ساعتين اثنين. والله لو انك مدير الطيارة. وش عرفك انت ذا مطلوخ ولا تفرق معه، بس عنده سواق برحة وراعي قبعات علشان كذا غيره. ما يبغى قهوجي ما يبغى قهوجي. اقول دزها بس. اقول هالمطلوخ ذا وش من لحيه؟ لحيه غانمه دام بيعطيني 15,000. ابيكم تمشون مع ذا الهايوي، تمشون ما أبغى ولا إشارة تمسك. إذا جاكم المسجد خذني بقايا جروح أرجوك داويني لا تروح الروح. هذا 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 الطار. افتح له افتح له لا يفضحنا ذا. هذا كبرك وما تعرف تسوق. ادخل ادخل بس ادخل. طيب اجيب الملف. هذا ملفي فيه شهاداتي وخبراتي وبرنت من المرور اني ما قبعت الا قبل 5 سنوات
ولا انا بغلطان. ما ندري ملفك. الطارات نعرفهم من وجيههم. كافو والله، هذا اللي عجبني بالمطانيخ، سمحين والامور عندهم سهلات، مو مثل الشركات معقدين وتداوم. اليوم اليوم الساعة 12 في الليل تكون عندي هنا. سلامات يا ابوي، خفافيش. عجبتني خفافيش. لا، احنا فنانين. طرب. جوي، اتحداك يا الطرب. بالله تعرف خالد عبد الرحمن؟ ودي اصور معه. خذني بقايا جروح، ارجوك داويني. لا تروح الروح. يا اخوي اسرع اسرع، وش الممشى ذا؟ يا ابوي ما بالعده اللي معكم تتكسر. اي عده؟ العود والمرواس وهذاك اللي كذا، ما ابي حفلتكم تخرب. يا اخوي مو بشغلك، مو هو بشغلك، اسرع وبس. خلاص اوكي اوكي. يفتحون على وجيههم، حاطين العشاء الساعة 4 الفجر. لو اني مو بأم العريس كان طلعت. لا، وجايبين مطرب ومدخلين علينا. هلا والله بالعائلة البطلة. ددير بد ددير بد دربد دربد. مساء الخير لأحلى أب وأم وقت بالدنيا. عجيب والله. حي الله العريس. نوف قومي ضبطي لي فطور، أنا والمدام ولوسي. لوسي؟ هي لوسي، قطوة المدام. وانتو شريمة ولا لوسي؟ أقول قومي جهزي الفطور ولا يكثر. قومي يا نوف، قومي جهزي لهم الفطور. ليه والله؟ وأنا شغالة عندهم. إيه شغالة، الزبدة، أبرسل لك اللي تحبه لوسي على الفطور. تجيبينه تحطينه عند الباب وتطقين وتنقلعين، أوكي؟ يلا بعد إذنكم، أروح للمدام. الله يستر يا ابو عامر، لا تسوق هالمره سوق. هاي ولدي ذيب، ما اقدر عليه حنا، تقدر عليه انت الناس. كيف تجربتك بالزواج يا عامر؟ الزواج استقرار وراحه نفسيه. بعدين وراكم متجمعين علي كذا، اول مره تشوفون واحد متزوج. واه يا عامر، والله صاير متنان ومستصيح. ايه هذه سلبيات هالزواج، ادخل بنادي يا ولد عمي والحق على عمرك. ايه انت وياه لا تسوقونها على عامر، ترى ما له كم يوم متزوج. ايه هي دحين تاكلك بيدها؟ لا تاكل لوسي وانا اكل بيدي، ليش ما عندي يد؟ انا اللي ابغاه من الزواج اني اتزوج واحده تاكلني بيدها. واضح انك فاقد حنان وفاقد امل بالحياه. الله يحيي جاراتي. الله يحييكي، جينا نبارك لك كده على زواج عامر، ما شاء الله، الله يتمم له على خير ويسعدهم ويوفقهم. عقبال شكفته يا رب. إلا يا أختي، فيها زوجة عامر، إيش نشوفها ونسلم عليها ونبارك لها. جاية جاية، كلمتها وشوية وتنزل. أم شكش تخاف من البسة، شيل البسة يا بنتي، شيل البسة. حبيبتي خذيها لفوق ورجعي سلمي على الحريم. لا بروح أنا ولوسي ولا برجع، اللي ما يبي لوسي أنا ما بيه. طويلة أم لسانة مصبياتي. جلسي أختي جلسي جلسي. وتقول ابعد القطو، كأن لوسي ما عندها اسم. من زين أم شكش ولدها علشان تخاف من قطو. قطو؟ قطو قطو اسمه لوسي. لوسي أموت فيك لوسي. وزوجتي من ملزومة تجي تسلم على ناس ما تعرفهم. بس دول الجيران جايين يسلمون عليها، وهي ما تبيهم ولا تبي سلامهم، دام هم ما يبون لوسي. لوسي خط أحمر. لوسي لوسي. ليه تأخذها غرفتك؟ أتنفخين، هي اللي جت عندي. كذاب. إذا كان زوجك ما تبي تاكل معنا تاكل معنا أنت. لا أبروح أكل معها، ما أشتهي وهي ما بجنبي. عجيب والله.
سليمان تعال العشاء جاهز. وش فيك انت بعد؟ كتمه وكحه من بعد ما شلت القط والمخيس ذا. من الدبشه زوجة ولدك نغسلها ملابسها ونطبخ لها ونوكلها هي وقطوتها واخر شيء تسبب في مرضكم. بس تدرين شلون؟ انا اعرف شلون اتصرف معها. خلاص يا نوف ما نبي مشاكل، خليهم براحتهم. على الولد سارق قطوتي وتسالني وش فيه؟ ها والله ما سرقنا ولا شيء. شوف عيني، نوف بنت ابو عامر هي اللي رمت القطوه عند الباب وتظلمين اننا سارقين. ضفي قطوتك. يلا 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 قم قم يلا ضفي قطوتك. حول ولا قوه الا بالله. طيب متى اخر مره شفتوها؟ نطلت لوسي في الشارع يا حقيره. ليه عامر سكت مرتك؟ ام عاد أنت رميت القطو بالشارع؟ إي أنا رامي القطو بالشارع، من يوم ما دخل بيتنا ما دانا للأمراض والمشاكل، وأنت ساكت وهي تتمادى. هدوا هدوا، هدي يا نوف، ولا شدتها. أنت وهالك المرضى العقليين شايفين أنفسكم على إيش؟ عائلة مريضة من أكبركم لأصغركم. شفت؟ شفت ايش تقول وأنت ساكت؟ بعدين احمدي ربك إن أخوي قبل فيك. من زين يا بطاقية. أنا بطاقية؟ أنا بطاقية؟ أنت ولوسي طالقين طالقين طالقين. هلا والله عاد حداك البيت البطل. ام عاد دوار ببيتكم. ايه دوار وش عندك انت انهبلت؟ لا 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 بس اول مره اشوف دوار ببيت. تصدقين بديت احسد القطو على كل شيء. انت دمك خفيف يا عامر، شكرا لك تعبتك معي اليوم. انت ما تعرف قدر لوسي عندي، لوسي عندي بالدنيا كلها. حتى انا حبيتها، لوسي ترحب من اول نظره. وبشري بعزس أي شيء تبينه تحت أمرس وتحت أمر لوسي. ردمي معس. مع السلامة. مع السلامة. أقول لك البنت في الكامل، عشان كذا ناديتك بك تضبطني. شربها يا عامر، عطني سنابها ومالك إلا اللي يرضيك. لا يا شيخ تبي تسرقها يا هطف، أنا أبي شورك بس. غريبة يا عامر، مين من عوايدك؟ تحسبني زيك يا ورع؟ أنا بتزوجها. أخس يا عامر تلعب على الثقيل أنت. إيه لا تطقطق الحين الزبدة، باخذ رايك. أهديها وردة. وردة يقد بك يا ابن الحلال. اسمع البنات ما ينفع معهم إلا الجوالات، جيب لها جوال. أم عاد جوال يا أبوي، هذه ما هي بكاش اللي بعده، جوال ما يمشي معها. أجل اسمع، مالك إلا تجيب لها شيء تحبه حتى لو مبغالي، أهم شيء يعجبها.
جبتها بكره هديتها تحضر عندها. أهلين عامر. هلا بالزود، أنت بالبيت؟ إيه، ليه؟ أبد، أنا عند باب بيتكم وبيس الموضوع. أوكي تفضل أدخل، أنا نازلة. مرحبا فيك أخوي عامر. هلا بالزود، تصدقين بيتكم أفخم من حياتي. الله يكتع سواريفك. تفضل تفضل. طب غمضي يونس. ليش؟ أمانة غمضي يونس. جايب لي سقطاوة هدية لوسي علشان ما تطقها النفسية. وش ذا؟ طلعهم من البيت. سلامات، ثلاث ساعات وأنا أدورهم بالشوارع وألحقهم من سيارة لسيارة، بالأخير تقولين كذا هذا جزاتي؟ تبي تخرب قطوتي؟ جايب قطاوة الشوارع عندي. حتى لوسي خاف. وش ذا الشخص أنا؟ كلها قطاوة يعني، علشان ذي من نسيم النظيم حقتكم منحطين. أقول لك تردتني أنا والقطاوة اللي معي. لأنك غبي. إيه، لا تغلط لأفصل عليك الحين، تراني حساس اليومين ذي. وش تبين أقول لك؟ بنت فل كامل وكيوت ودراهم. إيه، شايفها أنت؟ لا أنت قلت لي. أنا قلت لك البنت فل كامل، ما قلت لك كيوت. الزبدة عندك حل الحين؟ الحل لازم تصلح غلطتك. صلح غلطتي؟ شلون؟ لا تقول لي هدية، ترى ذي برج المملكة ما يملى عينها. لا العينات هذه أعرف كيف أخليك تجيب راسها. كيف؟ أرسل لها أغنية فيها عتب. والله أنك جبتها، أبوك التعزيز البطل. عندي الأغنية. بشر، وش رسلت لها؟ خلصت من جملة الخلان، أحسن لي أعيش وحداني. بشير أحمد شنان. صاحي أنت وجهك صاحي، لأخذ الزمزمية وأدبجك فيها. الأغنية دي رسلها لصالح، رسلها لتركي، مو هو البنت أنت وجهك. يلا انتظر بلوك، انتظر وش تناظر. أرسلت. عامر أنت مرتبط؟ أتحداك. وش قلت لك يا البلوك؟ البنت حبتني يا ولد، حبتني. وش تنتظر؟ قل لها ماني مرتبط. اسمع وخش في عينها وقل لها أبيك. أم عاد ما انتظرتني أجاوب. أرسلت. إذا ما أنت مرتبط أبيك تجيني بكرة وتقابل أبوي. وش أسوي الحين؟ وش أسوي؟ أثقل ولا أروح لها ولا أرسل لها؟ وش أسوي؟ علمني. تكفى. قل لها موافق. اخلص. أبشر ما هو بموافق إلا قدام. تعال والله لوسي يا وحشني يا شيخ. صدقين طول الطريق وانا افكر فيه ومشغل اغاني عبد المجيد. شو اخبارك؟ شعلومس؟ عسى ما استنكرتي بس بعد التطعيمه. اقول لك شلونك انت؟ طيبه؟ شلون الوالد؟ عسى طيب. هذا بابي. بابي؟ ايش تقصدي؟ ما درسناها هذه. يعني اقرب لس. بابي يعني ابوي. ها بوس ما شاء الله. أنا كنت أحسبه بريكنج باد. أتحداك الكشخ البطلة، طق النظارات والقفل والحركات والكاظ والمركات. هلا والله. شو أخبارك يا عم؟ عساك طيب، عساك مرتاح. الله يحييك. عموما تفضل الله يهديك. تفضل. أنا مثل مكان مع أثر. أعترف أنا اسمي عبد العزيز، بس أنا ما لي علاقة بعامل والعصابة حقته. هم اللي يقعد يحلموا ويروح ورا حلمه. أنا مالي صلاح. أنا اللهم إني رسام.
بس ارسم حتى رسمي يعني مو قد كذا ما 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 اجيد الرسم انا امشي قدامي حرر اقسم بالله والله اني ما اعرف ارسم بس امي دائما تمدح رسمي وتقول لي رسمك حلو كله من عامر ابو الاحلام بس خلاص 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 ادخلت وياه ايوه هذا هو هذا هو ابو الاحلام ما شاء الله عليك انت وياه ماخذين دور الشرطه ها والله ما قتلناه طال عمرك عارفين انكم ما قتلتوه طيب ليش ماسكيننا تراقبون الناس وماخذين دور الشرطه بعد وتسال بس انتوا قلتوا اللي يقبض عليه ياخذ 5 ملايين قلنا اللي يدلي بمعلومات عنه مو اللي يقبض عليه اسفين طال عمرك احنا تحمسنا شوي وهجت بنا اعتبرنا مثل عيالك غلطنا لكن انا لك علي باللغه العربيه وش معنى يدلي؟ يدلي يعني يعطي يعني يزود معلومات ما هو تقبضون عليه؟ اسمع انت وياه لآخر مرة أقولكم لا عاد أشوفكم في المكان ذا فاهمين؟ أبشر طال عمرك لو تبي نشد من الرياض كلها روح للقصير أنت أومر بس والحين نضف أغراضنا قال أحلام قال يا شيخ سري لك بأحلامك اللي ما تنفع كنا بنروح غلطة بسببك أنت إيه لا تنفخ لا تنفخ ما حد ضربك على يدك انت وياه وقال لكم تعالوا انا الغلطان اساسا اللي اسمع كلامك اصلا ما عمري شفت لك حلم يتحقق حبيبي انت هو قايل لكم لا حد يسمع كلام الاهبل ده ما صدقتوني احترم نفسك ولا تقول اهبل ها عض على شحم حبيبي انت اللي عض على شحم بتجدك ورق شفت يا عيال انت ويا عيال ايش فيكم لا تنسون ترى قربنا من الهدف اي هدف يا ابو هدف خلاص لا تكثر كلام فلوس الأجار بنعطيك إياها عامر ترى السالفة مو سالفة تجار الصورة ذي صورة السفاح أنا عارف واحد ثاني يشبه المرحوم هذا مجرم وخريج سجون يا عيال ولكن اليوم بنجيب حبيبي أنت كمان حالم ولا إيش هرجته لا يا عيال مو حلم حقيقة ذي بس أصبروا علي ليلة واحدة بس لا تنسوا الخمسة ملايين طيب أنا بجلس بس البزر ده ما أبغاه هنا يا ليل الليل انت الظاهر تبي كف ثاني ولا وشو ها عامر خلاص انت تمشي بتنام عندي اليوم امشي تفضل يا حبيبي تفضل ارتاح بيت بيتك ها اي شيء تبيه اللي تحت امرك لا تستحي شكرا حبيبي مرزوق يعطيك العافيه نعم العافيه كبير عافيك خاصة ويعقب ما ياخذ ولا ريال لا 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 كذا عيب الرجال رسم وتعب وانت وعدته اعطيله حقه وله ليله ياخذ اجل يزمر على ود عمي انا مع العيال اجل حنا اللي نتعب ونروح ونجي ويسحب علينا ويروح وانا في اين نصيبي تونا ما استلمنا شيء خلاص نصيبك بيجيك لا تشدها مرزوق مرزوق أبو بويا
طبعاً أخوان بعد الاستعانة بالله ثم جهودي وقوتي وصرامتي وشجاعتي تم إلقاء القبض على السفاح الجائر في الأحياء. أخوان أنا من أول داري إنه مرزوق هو السفاح. أنا رحت رمت عنده متعمد يا أخوان عشان أقفطه. طبعاً أنتوا ما تدري سعادة المذيع لما مسكته إيواني وين يتبكبك قاعد يتبكبك وما في إلا كف باليمين وارده تاني باليسار ركبه منا امسك لا تمسك قاعد تبكبك سعادة المذيع. المهم وادوق على الحكومة اللي جاوا لبوا النداء وهلقوا القبض عليه. عزوز البطل يملك 5 ملايين ريال، ماذا سيفعل بها؟ راح اشتري لي عمارة في المسفل عندنا في مكة واجرها للمعتمرين. شكرا للبطل عزوز. يلا سلموا لي. سوف نتابع ما تبقى من التغطية للقبض على سفاح مفروض. يا هاي عزوز، طب احنا خويانك ايش لنا؟ حبيبي ما لكم الا ادفع لكم ايجار الاستراحة سنة كاملة. اما انت يا عامر راح اشغلك صبي عندي ثم الايجارات حقت مكة كيك مكنك. هاي يا سليمان، وش سويت في المدرسة اليوم؟ جاكم عامر؟ يبا عامر جانا ونحلت المشكلة وتصالحنا وبس؟ يعني ما عاقبوهم؟ المفروض يفصلونهم. لا لا يما، بيعاقبونهم بس، المفروض يفصلونهم. إيه أنا عارفك أنت ما سويت أي شيء، أنت دافعت عن نفسك، لكن ذولي اللي ما يستحون على وجيههم تجمعوا عليك، يبيلهم عقاب. إلا عامر وينهم؟ أوف، نزيد صحيح عامر يلا قم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم الساعة؟ الساعة 5:30 بيأذن المغرب. مهبول أنت، وأنا ما قومتني. الله يلعن إبليسك يا شيخ، أنا أوريك. الله يرجك يا أبوي، تأخرنا عليك. يا أخوي لا تشدها، قايل لك راحت علي نومة، ما تفهم؟ وين راح ذا؟ ما له اثر، بس ملح وذاب. يا ابوي انا كبتره، شكله شرد. ازين، خله ينقلع. اهم شيء اخذت حق اخوي سليمان. يلا مشينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. طال عمرك، انا جايه بقدم بلاء. هاي يا عيال، وصلكم المقطع؟ أي واحد بفكر يمد يده علي
بخلي اخوي عامر ياك كل شيء زي ما هو في الورق. خبر مفقود ترند في تويتر، طالع للمدرسة الصبح ولا عاد رجع. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشوف أشوف وريني يا قلبي عليه. الله يعين أمه ويصبرها ويرده له بالسلامة. حسبي الله على من كان السبب. آمين. لا تدعين على أمه، يمكننا مبرور. بعد إذنكم. سلطان ضايع وهلو ما يدرون وينه. يمكن مسوي فينا مقلب. قايلكم خلوا عنكم المشاكل، بس ما حد سمعني. طيب يا ابوي دورنا ما لقينا. يرحم امك فكني، خروا عند اهلي تكفى. ولا اسمع لك نفس. وعلمني مين اللي وراك. مين اللي وراك؟ يا ربي طلبتك ترجع لي ولدي، مهم من عادتي غيب كل هالوقت، اكيد صاير معه شيء. يا بنت الحلال استهدي بالله، استهدي بالله، ان شاء الله بنلاقيه. يبا يبا عريس محطة سلطان، شوف شوف. وشو؟ هذا ولدي سلطان؟ وش فيه؟ وين فيه؟ اهدي اهدي يا بنت الحلال، امسكي امسكي، انا بروح الشرطة هالحين. يا ويلي، حسبي الله ونعم الوكيل، جعل يدينا بالكسر. الليلة تشوف لي مكان ثاني، مالي قاعدة في هالمكان. ولا يهمك، اضبط لك احلى مكان واحلى حتة، ما تشيل هم من الكلام ده، بس انا اللي شايل هم والولد هذا اللي انت رابطه جوا ايش تبغى فيه؟ خله مربوط لين يموت، ما يهمني، شوف لي حل في المصيبة اللي انا فيها. خليك على شغلك، ولا يهمك، قفل الطلب. يا عيال داخ راس من التفكير، هذا وين اختفى؟ يا ابوي ريح راسك، شكله شرد. اذا حد سألنا نقول احنا ما شفناه. وين عايشين انت وياه؟ مسوين فيها عصابه؟ تحسب ما في امني تلك مع ذنيك انت وياه؟ وين خفيت السلطان؟ قسم بالله حطينا في الغرفه داخل، يوم رجعنا ما لقيناه. سلموهم للفرقه برا، تسلمهم للقسم موجب محضر. ايش تنتظرون؟ يلا تحركوا شباب، ادخلوا فتشوا المكان هذا شبر شبر. استنجد في المستودع الخلفي. خير، وش السالفة؟ أبد سلامتكم، حنا اللي جايين نبغى نعرف وش السالفة. قدامي قدامي. انزل يا تحت، انزل. خليك معهم شباب، فتشوا لي المكان هذا شبر شبر. ما
تعالوا لقيتي هنا. ايه صح. سلامات ابوي، انجنيت؟ لا، بس لو ما انجلد اخوي سليمان كان ما مسكوا مروجين المخدرات. ايش قلت؟